الخطا اللي درته ولدي في حياتي هو ان بنتي عطيتها لهذوك الناس. ما تخرجش للاعلان، ما تضربش في عرضي، ما تضربش شرفي، ما تجبدش هذاك الراجل. تخلي القضاء غادي، المسطره غاديه تخليه. يعني ما تسامحيش معها؟ نسامح معها. انا شهرتني، انا خلاتني في المنابر الاعلاميه، كلشي تيهضر فيا، كلشي تيسبني، كلشي تيطعن في شرفي، كلشي تيهضر في ولادي، كلشي تيهضر في بناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. أول خروج إعلامي البارحة لزوجة الكولونيل، سيدة سميتها فاطمة، وماشي كيف ما حنا كنا كنتصوروها، واحد السيدة في مقتبل العمر قطع شعرها وصبغه بالصفر، لا تماما، كتبان مرأة كبيرة بالجلابة وبالزيف، مرأة تقليدية بحال كاع سائر النساء المغربيات. جمعات بينها وبين الكولونيل نور الدين 30 عام ديال الزواج. كنشكر اولا السيده فاطمه لانها اخيرا قررت تخرج للاعلام وتبدي الراي ديالها في قضيه الزوج ديالها الكولونيل نور الدين، واخا اختارت ما يبانش وجهها من حقها، ولكن اللي كيهمنا هو الراي ديالها. فغادي نعطيكم رؤوس الاقلام، يعني شنو قالت في التصريحات ديالها، وغادي نعقبوا على الكلام ديالها اللي قالته. اذا السيده فاطمه تقول انها تضررات بزاف من مورا الخروج الاعلامي ديال بنتها ابتسام، لان المغاربه كاملين ولاو ضدها والناس كتعايرها وكتتهمها. هذا علاش قررات حتى هي تجاوب وتعطي الحقيقه ديالها في وفاه الزوج ديالها الكولونيل. ابتسام قالت في احد التصريحات ان الام ديالها كتعنى بانها عندها ناس كبار حاميينها. الام هنا تقول عمرني قلت لابتسام هذا الكلام، وعمرني تناقشت انا وياها في موضوع الوفاه ديال الاب ديالها. سولها الصحفي كيفاش هي العلاقه ديال السيده فاطمه مع بنتها ابتسام. الام تقول انا وبنتي ما كتجمعنا حتى علاقه نهائيا، من صغرها كتعيش عند جداها، ما كتعيش معها نهائيا. حتى داك الاحساس اللي كيجمع ما بين الام وبنتها مفقود بيناتهم بصفه نهائيه، لانها ما كبراتش معاها. حتى خواتاتها ما كاينش شي علاقه كبيره كتجمعها معاهم، حتى هما نفس الهضره قالوها، بحكم انها ابتسام كانت كتجي غير كطل وكترجع دار جداتها، يعني ما ساكناش معاهم. فمنين تولدت ابتسام كان ناض واحد الصداع كبير بين الزوجه والعائله ديالت المرحوم، لدرجه انه ما داروش ليها اسبوع وما فرحوش بها، ولدرجه انها الام سمحات لهم في البنت، سمحات لهم في ابتسام، وطجات ومشات لدار والديها، وتما في الجدة غدا تكلف بتربية ابتسام إلى يومنا هذا. بخصوص علاقتها مع عائلة راجلها الكولونيل، الأم تقول ما كتربطني بهم حتى علاقة، نهار خطبها من والديها جاب بوحدو بلا دارهم، الأب ديالها قال له راه ما يمكنش تكمل هاد الخطوبة إلى ما حضروش عائلتك. تيقول له المرحوم عائلتي راه ما قابلينش بهاد الزواج، ولكن أنا راني باغيها في الحلال. تزوجات فعلا نور الدين وسكن معاها في دار والديها حيت ما كانش عنده الدار، استقر معاها في الدار ديال والديها واحد 6 شهور، عاد خرجوا وكراو، ومن بعد 6 سنوات عاد شرا واحد البقعة أرضية وبنى دارو فيها 52 متر. ومن ديك الوقت ما كانش حتى شي علاقة كتجمع ما بين الزوجة الكولونيل والعائلة ديالو، ما كانت بيناتهم حتى شي علاقة بصفة نهائية، لا هما كيجيو عندها لا هي كتمشي لعندهم، حيت الام ديال الكولونيل كانت رافضه تزوجوا لهاد السيده لانها كانت مطلقه وعندها واحد الولد اللي في عمره 3 سنوات مع الراجل الاول، فكانت باغا ليه بنت اللي ما يكونش فايت فيها الزواج، وما بغاتش شي وحده اللي تكون بنت الجيران، يعني خاصو ياخذ شي وحده بعيده ما كتعرفها ما كتعرفهم. هذا هو السبب ديال المشاكل. بخصوص ان السيده فاطمه كانت تقول يكسب ليها الدار بسميتها حيت كتولد غير البنات، فهنا كتقول عمرني طلبت من المرحوم انه يكسب ليا الدار في سميتي، كنا متفقين نربيو وليداتنا حتى يديموا الامانه امانتهم، ما عرفناش شكون السابق. وتقول راه مورا ما توفى المرحوم في وسط الجنازه نهار 3 ايام تسرقوا الوراق ديال الدار من وسط الحوايج ديال الكولونيل، وخداوهم العائله ديالته، يعني سرقوا ليها الوراق والتيتر ديال الدار. حاجه اخرى، السياره ديال الكولونيل كتقول انها كانت عند الطولي مده شهرين حيت كان دار بها واحد الكسيده. من بعد ما مات المرحوم جا خوه
دا السيارة من عند الطولي وسد عليها في الكراج، ولكن الوراق ديال هاد السيارة بقاو عند مرتو في الدار، والسيارة اللي دار بها الحادث ديك الليلة هي ديال اللوكاسيون ماشي ديالتو. اذا السيارة عند خو المرحوم ووراقها عند مرتو، والدار كاينة عند مرتو، والوراق ديال الدار كاينين عند العائلة ديال المرحوم، كل واحد فيهم شنو شاد. بخصوص الطلاق ديال المرحوم نور الدين والسيدة فاطمة، الام هنا تقول انا والمرحوم عمرنا فكرنا نطلقوا، بالعكس كانت علاقتنا عادية جدا، كنا كنوجدوا العرس بنتنا وفرحانين به، عمرنا ما وصلنا لمرحلة الطلاق نهائيا، كانت ناقشوا بحال كاع الازواج، ولكن عمرو ضربني او لا ضربتو، عمر كلمة الطلاق قالها لي او لا قلتها لي، وحتى منين كانت كتغضب عمرها خرجت من دارها او لا خلات دارها خاوية، كانت كتبقى في دارها حتى كيتصالحوا. اما بخصوص 30 مليون اللي تتقول ابتسام ان سومات بها امها ديال باش انها تسكت على القضية ديال تبواها، الام تتقول عمرني سومتها وعمرني قلت لها نعطيك 30 مليون، واصلا منين جاتني باش نعطيها لها، وهي ابتسام قالت 30 مليون شداتها كل بنت باش يسكتوا، وهم العدد ديالهم 4 ديال البنات، اذا 120 مليون. فهنا الام تتقول واش كون كانت عندي هاد 120 مليون غادي نسكن في دار فيها 50 متر، اذا كتكذب هاد القضيه ديال 30 مليون. بالنسبه لما يقال ويشاع ان نهار الحادث الزوجه خدات لاكارت كيشي ديال المرحوم وتيرات الفلوس، تتقول هنا الام ان لاكارت كانت من بين المحجوزات اللي عند البوليس، حيت كانت عنده في جيبو نهار اللي وقعت الحادثه، يعني مورا الحادث البوليس احتفظوا بلاكارت كيشي ديالو والسوارت ديال الدار وديال الطوموبيل وواحد المبلغ مالي قليل اللي كان في البسطان ديالو، حتى دازو 3 ايام عاد عطوهم ليها البوليس. بالنسبه للهاتف ديال المرحوم، تتقول السيده فاطمه ان البوليس ما لقاوهش عند المرحوم، ومني سولاتهم عليه قالوا لها راه ما لقيناش عنده هاد التليفون هذا اللي كتسولي عليه. وبالنسبه لاسورانس اللي قالت ابتسام انها وقفاتها وحتى شي حد ما شد شي ريال، فالام تقول مورا الوفاه ديال الكولونيل في الحادثه خرجت لهم لاسورانس وكل شي خدا حقه، سواء الزوجه والام ديال المرحوم وابتسام وخواتاتها وكاع الورثه الشرعيين خداو حقهم، كل واحد خدا المبلغ اللي جا ليه في حقه. اما بالنسبه للعزو كتقول الزوجه انه دار ليه العزو وجاو الزملاء ديال الكولونيل في العمل من بينهم الرؤساء ديالو، حتى هما جمعوا واحد البركه ديال الفلوس وجاو للدار ديال المرحوم وعطاو هذيك البركه للورثه، كل واحد فيهم خدا الحق ديالو من دوك الفلوس اللي جمعوا الزملاء ديال المرحوم في العمل، بما فيهم الزوجه الجده ابتسام خواتاتها وكل شيء الورثه، كل واحد وشحال جا في حقه كل شيء خدا. اما بالنسبه للجنازه ومراسم الدفن، السيده كتقول انه جاو مسؤولين كبار عزاو مرتو حضروا للدفينه ديالو، وكل شيء داك المراسم دازوا في ظروف اللي هي طبيعيه جدا. بالنسبه لقضيه التشريح الطبي اللي رفضت الام دار الجثه ديال الكولونيل، فالام تتقول كلمه تشريح عمرها ذكرات بصفه نهائيه لا بيني وبين ابتسام ولا بيني وبين البوليس، لان البوليس داروا المحضر والمعاينه وثبتوا بان الوفاه كانت عاديه بسبب حادثه سير طبيعيه دارها بوحدو، دخل في الخلا وخرج في واحد النخله، حيت كون شافوا ان الوفاه فيها شك كون راه فتحوا تحقيق، ما غيتسناوش هي تقول لهم شنو غادي يديروا اولا تطالبهم بالتشريح اولا ترفض لهم التشريح. بالنسبه للصباط اللي كان لابس المرحوم ديك الليله واللي دار ضجه كبيره، فكتقول هنا الام انه كان لابس في رجليه صباط بني ديك الليله. اما بالنسبه للتغسال، تتقول السيده فاطمه ان خوت المرحوم هما اللي تكلفوا بكاع دوك المراسم، سواء ديال التغسيل سواء ديال التكفين ديالو والدفن ديالو، العائله ديالته كاملها كانت حاضره وشافوه، وما كانش فيه لقم يشوف وجهه بصفه نهائيه، حيت كون كان مقموش كون حبسوا الدفن ديك الساعه وطالبوا بالتشريح. اذا اخوتي الحادث كان يوم 18 شهر 3 من سنه 2018. السيده فاطمه تقول داك النهار من الصباح وانا خارجه مع راجلي الكولونيل نور الدين كنتقداو داك الشيء اللي خاص للعرس ديال بنتنا،
سالينا شغالاتنا، دخلنا للدار مع ثلاثة ديال العشية، تغدينا عادي جدا امور العصر. المرحوم خرج من الدار ما عاودش رجع، وما كانش بيت في الدار ديك الليلة بصفة نهائية. وكذلك كتقول انها ما مشاتش مع المرحوم للدار ديال جدات ابتسام، كيف ما ابتسام قالت في التصريحات ان باها وامها جاو ديك الليلة لدار جداتها. وهي فاش المرحوم هضر مع ابتسام في السيارة وقال لها راني عييت ومورا العرس غادي نطلق انا وماماك، حيت صافي كبرتو وليتو قادين براسكم. فهنا الزوجة تقول انا ديك الدار ديال الجدة ديال ابتسام عمرني دخلت ليها لانه كاين بيناتنا صراع قديم، فهي كدبات هاد المسألة هادي. نرجعو لهاد النقطة. السيدة فاطمة تقول ديك النهار من الصباح وهي خارجة مع المرحوم كيتقداو، ما رجعوا للدار حتى الثلاثة ديال العشية. الكولونيل تغدى بدل حوايجو مشى للخدمة باش يسيني الوراق ديال الكونجي اللي كان غادي يشدو دوك الايام، ومن تما ما عاودش رجع حتى سمعوا انه مات في حادثة سير غد ليه مع السبعة ديال الصباح اللي هو الاثنين. ديك الليلة في الدار ديال الكولونيل كانت بيتها في الدار مراته، بناته بجوج، ومرت خوهم اللي هما شاهدين على اشنو وقع. وبقى الابن ديال السيدة فاطمة فما كانش في الدار حيت كان خدام ديك الليلة، وعنده الدليل ما يثبت انه كان كيغني في واحد العرس. فهاد الابن كيقول انه كيعتبر الكولونيل هو الاب الثاني ديالو، لانه هو اللي رباه، هو اللي قراه حتى كبر، وكانت علاقتهم مزيانة بزاف، وما كاين لا حقد لا مناوشات بيناتهم لا حتى شي حاجة. السيدة فاطمة تقول ما بين السبعة والثمانية ديال الصباح كيجيو البوليس كيدقوا عليها كيخبروها انهم لقاو واحد السيد داير كسيده وميت، وبغاوها تمشي معاهم باش تعرف على الجثه واش هي فعلا ديال الزوج ديالها الكولونيل نور الدين. هي بالنسبه لها تقول غير طريقه باش يمهدوا ليا الخبر ديال الوفاه ديال الزوج ديالي. السيده فاطمه من بعد تقول ديك الساعه مشيت مع البوليس الكوميساريه، كنلقى سياره نقل الاموات واقفه حدا الباب ديال الكوميسارية. فتحوا لي الباب ديال لابيلانس، طلعت عراو لي على الوجه ديالو، قالوا لها واش هذا هو فعلا راجلك نور الدين؟ تتقول لهم اه هو هذا. وهنا تصدمت بزاف وما تقبلاتش انه مات في حادثة، وهو عاد كان معاهم في الدار وكانت علاقتهم مزيانة. وتتقول ما كانش في وجهه ديك الساعة حتى شي قميش نهائيا، السيد بحال غير متكي وناعس. وككلمة اخيرة السيدة فاطمة ماما ابتسام تقول انها ندمات على النهار اللي عطات بنتها ابتسام لعائلة الزوج باش يربيوها، حيت البنت كبرات في واحد الجو كله حقد وكره لامها ولخواتاتها، عمروها على امها باش تنتقم منها، وهم اللي دخلوا لهذيك الفكرة ديال ان باك قتلات ماماك وخاصك تنتقمي منها. وتتقول كذلك ياك هي شكات في الوفاة ديال باها، اذا تخلي القانون ياخذ المجرى ديالته. علاش خرجت للاعلام ولفقات لها تهمه قتل الاب ديالها وساءت للعرض ديالها وشرفها؟ وهذا الشيء بسبب الحقد اللي رباوه فيها العائله ديال تباها. فالام تقول في النهايه انها عمرها غادي تسمح لبنتها ابتسام، واخا تجي تطلب منها المسامحه فما غاديش تسمح ليها. فاليوم اخوتي احنا امام واحد الموضوع حساس للغايه، لانه فيه واحد المشكل واقع بين اسره، بين البنت والام ديالها، والضحيه هو المرحوم نور الدين. اذا اخوتي انا هنا كنحتفظ بالراي ديالي، انا مازال متعاطفه مع ابتسام وبقات فيها ابتسام، وكنتمنى انها توصل للحقيقه ديال الوفاه ديال الاب ديالها. وبالنسبه للزوجه فراه من حقها انها تدافع على راسها، داكشي كيبقى شي اللي هو كيعطيه لها القانون. اذا اجيو دابا نعطيو الراي ديالنا في التصاريح ديالها. اول حاجه اللي نبغي نقول لكم انه البارح كانت واحد الجلسه ثانيه مفاجئه عند قاضي التحقيق، وتمت المواجهه من جديد ما بين ابتسام والام ديالها، وكانت واحد السريه ديالت البحث، مازال ما خرجوش لنا شي معلومات اش اللي وقع بالضبط وشنو اللي سولهم القاضي في هذيك الجلسه ديال البارح. هنا غنطرحوا واحد المجموعه ديال التساؤلات ردا على الخرجه الاعلاميه ديال السيده فاطمه زوجة الكولونيل. غادي نسولها اولا، علاش ما قدمات الشكايه بسرقه الوراق
او التيتر ديال الدار. علاش فضلات انها تمشي دير شكايه بالعقوق ديال الوالدين ضد بنتها ابتسام، ولكن التيتر والوراق ديال الدار اللي هما مهمين بزاف ما مشاتش شكات بالسرقه ديالهم؟ علاش سكتت على حقها؟ كيفاش يسرقوا الوراق من البلاكار ديال الحوايج من بيت النعاس وابتسام تقول انه كانوا حاضيننا الام ديالها وخواتاتها والعائله ديال الزوجه كانوا حاضين ابتسام وحاضين العائله ديال الكولونيل ما يتحركوش في العزو نهائيا مراقبينهم، فكيفاش هاد العائله سرقوا الوراق من بيت النعاس وابتسام تقول ان امها وخواتاتها ما هبطوش من الدار الفوقانيه، كانوا جالسين في بيت النعاس ما هبطوش يشوفوا الجثه ديال الكولونيل، بقاو غير الفوق في البيت. اذا كيفاش تسرقوا هاد الوراق وهم كانوا جالسين في البيت حاضين حوايجهم حاضين حتى شي واحد ما يدخل؟ حاجه ثانيه، كيفاش في وسط الصراع كتنوض الزوجه كتسخى بها بنتها وتعطيها لجداتها اللي عندها معاها صراع وحرب داميه؟ كيفاش سخات عليها رضيعه بكل سهوله؟ نتوما ما كتحاملوش ما كتباغاوش حتى وحده ما كتمشي عند الاخرى وسخات بك بنتك انك تمشي تعطيها ليها تربيها ليك وانتم في وسط هاد الصراعات كاملين. حاجه ثانيه، المرحوم اخوتي كانوا عنده ثلاثه ديال التليفونات ماشي تليفون واحد، فين مشاو هاد ثلاثه ديال التليفونات؟ كان عنده هاتف ديالو الشخصي ديال العائله، هاتف ثاني ديال الخدمه، وهاتف ثالث حاطو احتياطي. فين مشاو هاد التليفونات كاملين؟ غبروا كاملهم، بقى وحده. فكيفاش السيده كتقول ان البوليس لقاو في الجيب ديالو لاكارت غيشي، لقاو السوارات وما لقاوش التليفونات بثلاثه بهم؟ اذا كاين ان في الموضوع. كيفاش عاوتاني السيد خرج وما رجعش وما سولاتش فيه الزوجه نهائيا؟ وكيفاش ما تخلعاتش عليه نهائيا لا هي لا بناتها؟ كيفاش انه خرج من العصر وما عاودش رجع للدار، ما عاودش بات فيها وانتم ما صونيتو عليه ما سولتو فيه ما تخلعتو عليه ما مشيتو لبلاصة الخدمة تسولو عليه واش جا واش ما جاش؟ كاينة إن هنايا الزوجة ما فيهاش ريحة التأثر نهائيا، هادشي هو اللي لمستو أنا في الحوار ديالها، ما كتبكيش نهائيا على الزوج ديالها رغم أنها تفكراتو تفكرات العشرة ديالتها معاه ديال 30 سنة وما بكتش نهائيا، كتهضر وهي قاسحه ماشي بحال ابتسام مره مره كتبان لك الدمعه ديالتها كتنزل من عينيها منين كتفكر شي حويجات على الاب ديالها. يعني ابتسام متاثره بزاف خلافا للزوجه والبنات، هادو ما متاثرينش نهائيا، يعني قلبهم قاسح من جهه الكولونيل. ابتسام قالت واحد الحاجه خطيره، ان ديك السيمانه قبل الفاجعه اللي غتوقع للاب فالدار ديال والديها كانت مخمله، طلامط جداد، الصالة مفرشة، الدار مفرشة مقادة مخملة استعدادا للعرس، ولكن نهار الحد منين توفى المرحوم كتفاجأ بأن الدار ديال والديها الفراش كله تجمع السدادر تحيدو، الدار كتضرب فيها ريحة جافيل وصاني كروة. علاش هادشي كامل؟ علاش داك الفراش تجمع وتصبن وعلاش الدار تسيقات بجافيل وصاني كروة؟ واش تسيقات باش يتحيد من الفراش ومن الارض شي اثار ديال الدم؟ واش السيد كانوا فعلا كيدابزوا معاه ديك الليله تحاماو عليه وضربوه وتسببوا ليه في كسر في الجمجمه ومات لهم في الدار؟ واش الدار فعلا هي كانت مسرح الجريمه؟ فهنا هذا غير تساؤل كنطرحو انايا. السياره اللي وقع فيها الحادث ديال الكولونيل كانت سياره ديال اللوكاسيون، والسياره ديال اللوكاسيون كيكونوا فيها جوج الحوايج، كيكون فيها جهاز الجي بي اس وكيكون فيها الايرباك. فاول حاجه جهاز الجي بي اس تلقى مهرس، وثاني حاجه الايرباك ما تفعلاتش ولا ما خدماتش رغم ان الضربه كانت قويه، السياره دخلت في النخله، اذا نورمالمون خاص الايرباك يخدم باش يحمي هذا الراس او الصدر ديال الكولونيل اثناء الحادثه، فهاد الايرباك ما خدمش. الكوفر محلول وفيه واحد الفرده ديال الصباط ديال المرحوم اللي هو واحد الصباط بني، والفرده الثانيه في رجليه، البيبان مسدودين وهو طايح على برا 12 متر مورا السياره. واش الكولونيل تقتل في شي بلاصه وتحط في الكوفر عاد ترمى تما؟ يعني اللي قتل را
راه غفل على بزاف ديال الحوايج، لان الروح عزيزه عند الله، ربي كيبغي انه المجرم ينسيف شي اشياء باش يفضحوه من بعد. وكانوا هادو هما التساؤلات اللي طرحت من مورا هذاك الخروج الاعلامي ديال زوجة الكولونيل. ولا اخفيكم سرا ان بزاف ديال الناس يقولوا انه اكبر مستفيد من هذه الحادثة او لا من موت المرحوم هو المرحوم بنفسه، هو اللي استفاد من هذه الوفاة، لان السيد فعلا كان معذب، كان محن مكرفس في حياته، ما حيلته لمرته وبناته اللي كيجروه لعندهم، وما حيلته لمو ولعائلته خوته اللي تهما كيحاولوا يجروه لعندهم. يعني السيد كان باين نارين، كان مشتت ليه البال، ودابا راه ارتاح في قبره من هاد المشاكل كاملها ومن هاد الهموم ديال الدنيا كاملها. اكبر مستفيد من هاد الوفاة هو المرحوم نور الدين الله يرحمه، اللي كنتمنوا يا ربي يبين حقه عاجلا وليس اجلا يا ربي امين. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لحضوركم الكريم، خليتكم على خير، الى اللقاء.